بس عندنا المشكلات الموجودة عندنا. جاهزين؟ يلا اللي نعشر وقتنا. ليش باش مهندس تقول لنا ليش خالد ترجمي بالله للشيخ انه مش هو مشتغل هامس معانا. لا هو الان بيكتب مشاكل اللي عنده حول النقاط بس. يعني ايش مشكله في ايش مشاكل في القياده ايش مشكله في بلان يكتب بس مشكله ما يحللهاش بس المشاكل بس المشاكل اللي يقصد ناوي هاك رايت ايش قدم سم ايشوز اوكي فورم فيرست وان اكسبلين